احنا عايزينك تقول الو دلوقتي. الو الو الو، ايوه. طب بص ازيك يا لي فندم، طيب. عامل ايه؟ عارف لو عرفته تبقى ودنك موسيقية وبتعرف يا تغني. عم لسه سايبه في الجيم من شوية. كابتن مصر احمد، ازيك يا احمد؟ كابتن هاني ازيك، عامل اخبارك ايه؟ يا حبيبي، عامل ايه؟ انا المفروض انا كده هبقى معاك كل اسبوع. يلا تعالى كل يوم تنورنا. بيتك يا احمد في الاخر، في الاول وفي الاخر يعني. طبعا يا حبيبي طبعا، وحشنا فعلا، بقالي كتير ما شفتكش. بقى لنا 3 ساعات ما شفناش بعض. لسه كان احمد بيحكي لي على ماتشات الخماسي، انك بتلعبوا خماسي مع بعض، وانك برضو بتمسك الكره يا احمد، وعايز الكره تاخدها من الجون توصل بيها للجون. طب وبعدين يا كابتن هاني؟ هي دي حاجه شخصيه. ايوه انا حاجه شخصيه ما عندكش دعوه بيها. مش لاقينا يا كابتن هاني حد دلوقتي يمسك الكوره. ايوه عندك حق يا احمد، عندك حق. لا انا عايز ارحب طبعا النجم احمد فهمي، ومن الناس اللي بعتبرهم اخواتي بجد والله، و اخويا فعلا. طبعا طبعا حبيبي، ومش الشخصيات اللي انا بحبها جدا كابتن هاني، وهو منور قناه الاهلي. طبعا احمد خلاص يعني احنا اهلاوي وكده، وكان بيقول لي، كان بيقول لي واحنا مع بعض في الجيم، بيقول لي انا رايح النهارده وكده، ويمكن انا شجعته كمان. طبعا لازم تروح قبل ماتش الاهلي والزمالك. فاحمد من الشخصيات المحترمه جدا، ولسه كنت سامع دلوقتي هو من نوع كمان اللي بيقول ما بيهموش، بيتكلم يعني هو واضح، صريح يعني، صريح يعني، واضح بالظبط زي ما هو واضح وصريح وكده. انما خليني بقى اتكلم على الماتشات الخماسي، احكي لكم كده موقف. ايوه قول لي. يمكن احمد جه معايا البلد مره كده، كنت واخده معايا سياره كده، فجه معايا وانا عامل ملعب عندي في البيت كده صغير، فبجيب صحابي اللي هم لعيبه الكوره الدنيا وكده، ففهمي عنيف شويه في اللعب يعني، فهمي ما بيهزرش. ديفندر، وقال لي بيلعب ديفندر كويس. ديفندر بيقول لي كان بيلعب ديفندر وسط ملعب مدافع يعني. اه بالظبط كده، كان بيلعب زي كده كابتن هاني، بس هو مش عاقل بقى يعني، هو ايه. الله الله. كان كده. فالمهم فطبعا اللي هو جايين ضيوف وكده معايا، فصحابي اللي هم بيلعبوا درجه ثانيه في مصر وكده، فبيلعبوا واحمد يخش فيهم يفرم فيهم ويضرب فيهم. فالعيال حكوا لي، قالوا لي، يقول له لا على مهلك شويه، احنا مش عايزين نلعب عليه جنب. فقلت لها فاهم، على مهلك شويه. فلا طبعا هو يعني بس مصاب دلوقتي، بتعمل ايه في نعم؟ هو دلوقتي مصاب يعني، بعالجه والله في الجيم والله. أيوة أيوة. يعني لازم شويه استشفائيه بقى، يفضل واخد التليفون، بيجي الجيم بيتمرن في التليفون يعني، ياخد له ساعه كده ويعمل له حاجتين ويحماش على طول. لا هو من الواضح ان احمد بياخد كل حاجه بجد يعني، شغله بيبقى فيه جد، حتى لو حتى احمد حسن كده على فكره، واحمد كده، احمد كده بيلعب في الخماسي زي بجد. خماسي ايه ده؟ مره كان فاكر احمد كنت بتلعب برضه مره خماسي، وكان بطوله النادي الاهلي للسفارات تقريبا، صح مظبوط. فاحمد لا هو احمد حسن اللي كنا بنشوفه في الملعب، هو كده والله فعلا، هو بيغل وانا عارف، بيغل كل حاجه بس هو الحقيقه بص، احمد حسن برضو يعني من الكباتن التاريخيه لمنتخب مصر. طبعًا ما كانش هو الكابتن التاريخي يعني لمنتخب مصر، انا كان يعني نهايه حياتي ان الجيل ده طبعا يروح كاس عالم، لانه يعني حاجه كانت محبطه بالنسبه لنا جدا ان احنا ما نشوفش الناس دي لعبت كاس عالم. احمد حسن كمان في بدايات احترافه، ويمكن انت برضو يا كابتن هاني، السوشيال ميديا ما كانتش زي دلوقتي، ده حقيقي. بس انا الحقيقه كنت بروح تركيا، وكنت لسه ما اعرفش احمد خالص، ولا يعني اعرفه بس كلاعب كوره وكنجم يعني. كنت اخش اقول انا مصري، يقول لك احمد حسن. فاحمد يعني شرف لكل المصريين ان احمد كان كابتن المنتخب. اه والله فعلا، والله كلامك، وانت راجل مجتهد يعني. انت معاك بقى، انت معاك كابتننا الكبير طبعا. حبيبي يا احمد، لا انت بص، ده اصل في ده تاريخ يا احمد، والتاريخ مع ارقامك يعني، عميد العالم عامل 175 مباراه دوليه، كان يعني ان شاء الله الله اكبر يعني. فالارقام 184 ما تضيعش، معلش انا اسف كده، 175 انت ناقص. صحيح معديني. ايوه انا عارف الخناقه دي يا احمد، عارف. لا يعني بقول احمد طبعا على مستوى الاحتراف طبعا، وكمان في بلجيكا لغايه الناس دلوقتي بيقولوا حسن يعني، التاريخ ما بينساش، وده يعني نجم كبير يعني بصراحه يعني. وارقامه والفتره اللي لعبها في النادي الاهلي بنشكره طبعا عليها جدا، وهو لعيب محترف طبق الاحتراف جوه مصر وبره مصر بشكل انتماءاته وميوله انا عارفها، بس مش هقوله ومش هفضحه يعني. بس ليه مش هتقول ليه اقول عادي والله. هو من الحاجات اللي بحبها احمد، اهلاوي جدا. ايوه طيب، ما تقولش ليه جدا. طيب انا خفت بس يزعل، بس يزعل ليه؟ عشان احمد يعني بيعتبر نفسه ان هو يعني عشان لعب للاهلي والزمالك، هو يعتبر نفسه لعب لمنتخب مصر اكتر. بالظبط. والاسماعيلي، بص يا كابتن هاني، بص يا كابتن، انا دي انا حاجه ما بخفيهاش على فكره، الناس كلها عارفاها، بس هي
الموضوع بيبقى مختلف شويه. يعني انا طبعا وانا طفل صغير كنت بشجع النادي الاهلي وكنت اهلاوي، وده موضوع طبيعي ما فيش فيه اي ازمات خالص. انما يمكن احنا شويه الموضوع بيختلف معانا لما بنلعب، ويمكن الكابتن هاني يعني يعرف الاحساس ده، ان احنا لما بنلعب الموضوع بالنسبه لنا بيبقى مختلف شويه، احنا بناخد الموضوع بشويه باحترافيه. انما انا احمد عايز اشكرك بجد والله على كل كلامك ده، وطبعا تستاهل يعني وبجد يعني من الشخصيات اللي انا بحبها جدا، ومن الشخصيات اللي يمكن بحترمها جدا، وسعيد ان هو موجود معاكم، لان احمد كمان بيفهم في الكوره. يعني انا في كام حد كده بصراحه لما تقعد تتكلم معاهم، لا مش 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 مجرد ان هم بيشجعوا بس، لا بيشجعوا بفهمه. يعني انا حمائي كمان مثلا تقعد معاه تحسه ان هو يجي معاكم في الصوت التحليلي، يعني مش فاحمد نفس الحكايه من الناس اللي هي مش بس بتفهم كوره كويس. بتفهم كوره كويس بالظبط. فيعني موفقين ان شاء الله، وسهره كده ممتعه مع كل جمهور بقى وكل جمهور النادي الاهلي. نورتنا يا ابو حميد، اشوفك بكره يا ابو حميد ان شاء الله باذن الله في الجيم. لا يعني لا عامه المفروض بكره ان شاء الله مديك راحه بكره، بعد بكره في ماتش وهيتفرج معايا على الماتش ان شاء الله. طيب ماشي، حلو قوي باذن الله ان شاء الله. متشكر يا احمد، تصبح على خير والله.